لقد تلقيت الآن خطاباً من شركة أبسولوت بيست كنترول، مما يعني أننا على وشك إجراء معالجات ضد بق الفراش. ستجرى كل المعالجات في جميع التواريخ المذكورة في الخطاب في خلال الأوقات الزمنية المحددة. يوضح لك هذا الفيديو التعليمي التحضيرات اللازم ترتيبها بنفسك قبل كل زيارة لنا. قبل المعالجة يجب تنظيف المنزل بالكامل بالمكنسة الكهربائية بعناية، وخاصة بطول حواف الحوائط، وذلك مباشرة قبل كل معالجة. لكن في الأيام التي تتخلل المعالجات تجنب استخدام المكنسة الكهربائية على حواف الحوائط. ينبغي تغيير شراشف الفراش قبل وصولنا وغسلها على درجة حرارة تبلغ 60 درجة مئوية على الأقل. ينبغي تغيير وضع جميع أسرة المنزل لتصبح قائمة وتركها كذلك حتى مجيئنا. ويجب تنظيف الأسطح السفلية للأسرة بالمكنسة الكهربائية قبل وصولنا. كما يجب تسهيل طريقة وصولنا إلى جميع منافذ الأنابيب والوحدات التقنية وما شابه ذلك في المنزل. تجنب التنظيف الشديد بعد المعالجة مباشرة، لا تغسل أو تنظف المناطق المعالجة، كما نوصي بعدم غسل الأرضيات بالكامل وعدم الوصول إلى حواف الحوائط خلال فترات المعالجة بالكامل. يجب الامتناع تماماً عن استخدام المبيدات الحشرية الأخرى خلال الأسابيع التي يتم فيها مكافحة الآفات. تتم المعالجة من خلال رش الأسطح السفلية للأسرة والأرائك وما شابه. يتم الرش بطول حواف الحوائط وكذلك على الشقوق والشروخ الأخرى الموجودة في المنزل. لا تنتج عن المعالجة أي روائح وهي آمنة على البشر والحيوانات الأليفة. ومع ذلك ينبغي عدم وجود أي شخص أو حيوان أليف في المنزل أثناء المعالجة، ويجب الانتظار 20 دقيقة بعد المعالجة حتى تتمكن من دخول المنزل مرة أخرى. من المهم قراءة نشرة المعلومات الخاصة بك بعناية، فربما يكون هناك ظروف خاصة بمنزلك على وجه التحديد. من المهم للغاية أن تسمح لنا بدخول جميع المنازل في جميع التواريخ المذكورة، سواء كنت على دراية بوجود بق الفراش في منزلك أم لا. ينتشر بق الفراش بسرعة في المباني، ولذلك يجب إجراء معالجات وقائية في جميع المنازل حتى لا ينتشر بق الفراش إلى مناطق أخرى. إذا لم تكن موجوداً في المنزل، برجاء التأكد من وجود شخص آخر في المنزل ليسمح لنا بالدخول. يمكن ترك المفتاح مع أحد الجيران أو الحارس. غالباً ما ستجد معلومات تفصيلية أكثر عن هذه النقطة في نشرة المعلومات الخاصة بك.